أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نستعرض اليوم في تغطيتنا الخاصة ذكرى عيد تحرير سيناء ذكرى تصميم وإرادة على الانتصار واستعادة الأرض والكرامة. وتحتفل مصر والقوات المسلحة خلال هذا الشهر بعيد تحرير سيناء الذي يوافق 25 من إبريل من كل عام، إذ يأتي احتفال هذا العام متزامنا مع مرحلة من عمر المنطقة التي تواجه تحديات كبيرة تستلزم من الجميع الاصطفاف خلف القيادة في قراراتها والوقوف صفا واحدا خلف القوات المسلحة وأجهزة الدولة لاستكمال مسيرة البناء والتعمير والعبور بسيناء بسفينة الوطن إلى بر الأمان. ففي يوم 19 من مارس من عام 1989 استردت مصر آخر نقطة حدود مصرية، وهي نقطة طابة التي تم رفع العلم المصري عليها تأكيدا على أن مصر لا تترك حقها ولا أرضها مهما طال الوقت أو حالت الظروف. بدأت قضية طابة عقب توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في عام 1979، والتي نصت على سحب إسرائيل كاملة قواتها في شبه جزيرة سيناء في موعد غايته 25 من إبريل من عام 1982. لكن إسرائيل أثارت أزمة منذ ديسمبر من عام 1981 من خلال الادعاء بمواقع غير صحيحة للعلامة الحدودية 91 في محاولة منها لضم منطقة طابة إلى إقليمها. وقام فريق من الخبراء بلغ 25 من العسكريين والدبلوماسيين والقانونيين نجحوا في مفاوضات دولية لإثبات حق مصر تاريخيا وجغرافيا بهذه المساحة التي تبلغ كيلو مترا مربعا واحد وتحتل موقعا فريدا على الحدود الشرقية في جنوب سيناء. وتجسد ذكرى تحرير سيناء واحدة من أعظم لحظات الانتصار في التاريخ المصري التي ستظل محفورة في وجدان الأمة لتجسد للأجيال القادمة ملحمة كفاح امتزج فيها إيمان شعب عظيم مع إرادة الأبطال، ليسطر التاريخ بأحرف من نور بطولات وتضحيات المصريين وقواتهم المسلحة، وتؤكد عظمة الدولة المصرية في الكفاح المسلح والنضال السياسي من أجل استرداد الأرض والكرامة وفرض السيادة المصرية على كامل حدودنا. ونجحت مصر عقب حرب عام 1967 في تحويل الانكسار إلى انتصار عظيم، بدءا من الكفاح المسلح وحرب الاستنزاف، مرورا بحرب أكتوبر من عام 73، وصولا للعمل السياسي والدبلوماسي الذي تمثل في المفاوضات للفصل بين القوات عام 74 وعام 75، ثم مباحثات كامب ديفيد عام 78، تلاها توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 79، وأدت معاهدة السلام إلى انسحاب إسرائيلي كامل من شبه جزيرة سيناء وعودة السيادة المصرية على كامل أرضها. أهلا بكم من جديد. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قصة كفاح المصريين من أجل سيناء هي ملحمة بطولة وفداء وجلد وتضحية وإصرار لا يلين على حفظ حقوق هذا الوطن العظيم وعدم التفريط في شبر واحد منه. جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 42 لتحرير سيناء.
بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث إليكم اليوم في ذكرى يوم من أيام مصر المجيدة، الذكرى 42 لتحرير سيناء الحبيبة، تلك البقعة الغالية من أرض مصر المقدسة التي طالما كانت موضعا للاستهداف والعدوان، وطالما نجح شعب مصر العظيم وفي طليعته القوات المسلحة الباسلة في حمايتها وصونها والحفاظ عليها جزءا لا يتجزأ من تراب مصر الطاهر. شعب مصر الكريم، إن قصة كفاح المصريين من أجل سيناء هي ملحمة بطولة وفداء وجلد وتضحية وإصرار لا يلين على حفظ حقوق هذا الوطن العظيم وعدم التفريط في شبر واحد منه، وهو منهج طالما شكل الأسس الراسخة للوطنية المصرية والمحددات الرئيسية للأمن القومي. إن سيناء التي تحررت بالحرب والدبلوماسية ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وقواتها المسلحة ومؤسسات دولتها، ورمزا خالدا على صلابة الشعب المصري في دحر المعتدين والغزاة على مر العصور. وعلى مدار السنوات الماضية تعرضت مصر لاختبار جديد استهدف سيناء، وخضنا حربا شرسة ضد قوى الإرهاب والشر التي ظنت واهمة أن بمقدور عملياتها الإرهابية إضعاف عزيمتنا، ولكن تحطم الشر على حصون الخير والشرف، وقدم الشعب شهداء أبرار من أبنائه الكرام في القوات المسلحة والشرطة المدنية ليدفعوا بدمائهم الغالية ثمن حماية سيناء بل ومصر كلها من الإرهاب والتطرف. كذلك فإن التطورات التي شهدها الإقليم خلال الشهور الماضية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والموقف المصري الواضح منذ اللحظة الأولى الرافض تماما لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر حفاظا على القضية الفلسطينية من التصفية وحماية لأمن مصر القومي، وكذلك موقفنا الثابت بالإصرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة. كل هذه تشكل الثوابت الراسخة التي تحرص مصر على العمل في إطارها بهدف أسمى، وهو إرساء السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة لصالح جميع شعوبها. وكما كانت الحرب من أجل تحرير سيناء واجبا وطنيا مقدسا، وكذلك كانت الحرب من أجل تطهيرها من الإرهاب، فإن تنمية سيناء وتعميرها هو واجب وطني مقدس أيضا. واليوم تشهد سيناء جهودا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة في الصحة والتعليم والبنية الأساسية وجميع مقومات العمران والصناعة والزراعة في إطار مشروع قومي ضخم يستحق أن يقدم المصريون التضحيات اللازمة من أجل تنفيذه حماية وصونا لأمن وسلامة الوطن كله. شعب مصر العظيم، لا يوجد في الختام ما هو أشرف من تقديم التحية والاحترام لمن كانت تضحياتهم سببا في بقاء وصمود هذا الوطن، وكانت دماؤهم الزكية نهرا ارتوت منه رمال سيناء حتى تم تحريرها
ثم تطهيرها من الإرهاب. تحية إعزاز وتقدير لشهداء مصر الأبرار ذوي الكرم والفداء وأصحاب المروءة والبطولة ورمز الكرامة والتضحية. كل عام وأنتم بخير، ومصر في أمان ورفعة وتقدم، ودائما وأبدا وبالله العظيم تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنأت السيدة انتصار السيسي الشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، وقدمت السيدة انتصار السيسي خلال منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي تحية واجبة لكل من ضحى ولكل من خاض أشرف المعارك كي يستعيد الوطن عزته وهيبته. وللمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة اللواء سمير فرج الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة اللواء مرحبا بك. أهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين، ونقول لحضرتك في البداية كل سنة وانت طيب ومصر كلها طيبة. وحضرتك طيب سيادة اللواء، وكل مصر والقوات المسلحة المصرية بخير بمناسبة هذه الذكرى العطرة، ذكرى عيد تحرير سيناء الثاني والأربعين. كما تابعنا كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة العطرة والتي حملت العديد من الرسائل، كيف تابعت هذه الكلمة وأهم الرسائل التي حملتها كلمة السيد الرئيس؟ والله طبعا لازم نقول للمصريين ان السيد الرئيس النهارده وضح من اهم نقول المعارك التي خاضتها مصر في التاريخ الحديث، هي معركه استرداد سيناء مره ثانيه. احنا في 67 فقدنا سيناء، والعدو الاسرائيلي استولى على سيناء، استولى على مرتفعات الجولان فوق في سوريا والضفه من الاردن. النهارده مين اللي رجع ارضه كامله مش ناقصه شبه؟ هي مصر. صحيح. وده السيد الرئيس قال النهارده ان احنا خضنا معارك عديده عشان نسترجع هذه الارض. اول مسمح لي اوضحها، اول معركه اكتوبر 73. صحيح. الجيش المصري هاجم، دمر الجيش الاسرائيلي في خط بارليف واستعاد جزء من سيناء. المعركه الثانيه معركه سياسيه قام بها الرئيس السادات الف رحمه عليه، وعمل معاهده كامب ديفيد ليعيد سيناء بالكامل. صحيح. المعركة الثالثة لما رفضت إسرائيل إنها تسيب آخر جزء من سيناء وهو طابة وأدي بتاعتنا، دخلنا معركة ثالثة قانونية، وطبقا للمعاهدة إحنا عملنا رحنا محكمة العدل الدولية ثلاث سنين معركة قضائية. رحنا لندن جبنا الخرائط اللي موجودة في فلسطين لما كانت تحت الانتداب البريطاني. رحنا تركيا عشان نجيب الخرائط الامبراطوريه العثمانيه. جبنا شهود، جبنا ادله كثيره، وفي 63 نجحنا ان احنا نكسب القضيه ونعيد سيناء بالكامل. سيادة الرئيس النهارده قال الفتره اللي فاتت فوجئنا بالارهاب مره اخرى ودخل سيناء. 6 سنوات واخيرا مصر نجحت في الارهاب. النهارده بدات الامور تتصاعد في الحرب ما بين اسرائيل والمقاومه في غزه. صحيح. وايضا بتاثر علينا. ولكن السيد الرئيس ركز ان طول الفتره اللي فاتت لم نفرط في حقوق الشعب الفلسطيني اولا، ولم نفرط في ارض مصر ولا حقوقها ولا تامينها. السيد الرئيس اكد النهارده بقى على مبدا هو حاطه من 6 سنين. سيناء كانت مطمع، ودي احنا شفنا الفتره اللي فاتت جاد الاسرائيلي يقول ايه؟ دخلوا الفلسطينيين بتوع غزه عندكم. فالسيد الرئيس من 6 سنين قال عشان نامن سيناء بالتنميه. وعشان كده النهارده عملنا مشروعات تنميه في ال6 سنين لم تراها سيناء في حياتها في 30 40 سنه اللي فاتت. صحيح. عملنا الاربع انفاق بحيث كده وصلنا سيناء بالوطن الام اللي هي الدلتا. وعملنا النهارده بنصلح 400,000 فدان زراعي شرق الاسماعيليه، واخد معانا اكبر محطه تنقيه ثلاثيه عشان تروي هذه الارض. 3 مصانع اسمنت، مصنع الجفجافه اللي موجود بتاع الرخام، وما عدناش دلوقتي بنستورد بل بنصدر رخام. تطوير اللي هي بحيره البردويل. من مشروع الجديد وهو تطوير ميناء العريش ليكون اكبر ميناء حاويات في البحر المتوسط، وده هينقل سيناء
نقله كبيره جدا الفتره اللي جايه. صحيح. ثلاث مدن جديده، ثلاث جامعات، مدارس، اي النهضه اللي شافتها سينا. وسياده الرئيس قال النهارده في البنيه الاساسيه، في البنيه الاستثماريه عشان تنهض سينا وتعود جزء من الوطن الام مصرنا الحبيب. نعم. كما ذكرت سياده اللواء ان الاحتفال هذا العام ياتي في توقيت حرج للمنطقه بشكل عام بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والاجتياح المزمع لإسرائيل على رفح الفلسطينية، ولكن موقف مصر الثابت من رفض تهجير الفلسطينيين ووقف إطلاق النار وإيصال المساعدات لأهالي قطاع غزة حتى تضع الحرب أوزرها هو موقف واضح منذ بداية العدوان في 7 من أكتوبر، فكيف ترى هذا الموقف المصري ومساعي القوات المسلحة المصرية لتحقيق هذا الهدف؟ والله مصر موقفها من القضية الفلسطينية أعتقد هي أكبر دولة محدش يزايد عليها. من أيام عبد الناصر مقدم منظمة التحرير الفلسطينية وخد ياسر عرفات من إيده وقدمه للعالم كله. النهاردة في الفترة اللي فاتت من أكثر دولة بتدخل مساعدات؟ مصر برا وجوا. مين اللي فتح المعبر؟ مصر برا وبرا. عندنا 1000 فلسطيني بيتعالجوا عندنا في المستشفيات، وكل واحد معاه 1 أو 2 مرافقين قاعدين معاه. مصر اللي شايلاهم. مصر مأمنة معبر رفح البري بعد ما كان معبر أفراد حولناه إلى معبر أفراد وعربيات نقله بتدخل كل هذا الكلام. احنا واقفين مع المقاومة وبنحاول نحقق نقول ايه السلام. وامبارح كان عندنا رئيس اركان الاسرائيلي ورئيس السبادة اللي هو زي امن الدولة عندهم قعدوا عندنا. احنا قلنا واضح اختراق رفح ده خط احمر. رفح فيها 1.5 مليون النهاردة فلسطيني في منطقة 6 كيلو في 6 كيلو. حرام تبقى حاجة زي كده لان هتبقى كارثة بشرية. اكدنا الكلام ده على كل القادة الاسرائيليين، اكدنا الكلام ده على الامريكان. امبارح سيادة الرئيس كان بيكلم رئيس الوزراء الهولندي، قبلها بيومين كان بيكلم رئيس الوزراء الفرنسي. فعشان كده مصر قايمة بدور كبير جدا في مسألة التفاوض، ادخال المساعدات، وبنحاول نحقق السلام في الفترة اللي جاية. نعم. 10 سنوات كانت من الأصعب على تاريخ سيناء بشكل عام، 10 سنوات الماضية من حيث مكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء وتجفيف منابعه بشكل كامل. أيضا كيف رأيت وكيف تقيم هذه السنوات الـ10؟ بص، فأنا ما فيش دولة في العالم قضت على الارهاب زي ما احنا قضينا عليه حقيقي. وانا اتعلمت في انجلترا، وكنت ايام ما كنت في انجلترا كان في ناس بتوع الاي ار اي بتاع ايرلندا، وكان في منظمه الباسك في اسبانيا، وفي الالويه الحمراء كانت في ايطاليا. الوحيدين اللي نجحوا في الفتره الحديثه دي هي مصر اللي قضت على الارهاب. طبعا تحملنا المزيد من الشهداء اللي عملوا، تحملنا المزيد من الانفاق، ولكن القوات المسلحه نجحت انها تسيطر على سيناء. عملت مركز قياده موجود متقدم في سيناء بيسيطر عليها كلها من كل الافرع الرئيسيه، والحمد لله نجحنا. ولكن زي ما قلت صحيح فقدنا العديد من شهداء مصر، لكن لولاهم ما كناش عايشين في امن وامان. والنهارده سيناء عاديه، ناس بتدخل بالراحه، ما فيش مشاكل. ادي اللي انت بتشوفه دلوقتي، ادي ده الكوبري المعلق اللي عليه السكه الحديد. يعني النهارده عادي سينا مرة أخرى لتكون منطقة استثمارية بالأمان اللي حققوه أولادنا من الشرطة والقوات المسلحة بالقضاء على الإرهاب في الفترة اللي فاتت. وماذا ماذا عن دور أهالي سيناء وأهالي شبه جزيرة سيناء وشيوخ وقبائل سيناء في دعم القوات المسلحة المصرية في تنمية سيناء ومكافحة الإرهاب، وأيضا منذ عقود ومنذ اجتياح إسرائيل وعام 1967 مرورا بكل الحروب المصرية التي خاضتها شبه جزيرة سيناء؟ والله يا فندم أنا بشكر سيادتك على هذا السؤال، لأن احنا كتير قوي نسيوا دور شعب سيناء وقبائل سيناء. أي لأنها اتبهدلت في الفترة اللي فاتت، وخاصة في فترة الاحتلال الإسرائيلي إلى سيناء. ولكن الناس دول ساعدونا جدا، وإحنا كنا موجودين في حرب الاستنزاف، كانوا بيمدونا بالمعلومات اللي بتحصل في سيناء، كانوا بيخلوا أولادنا اللي بيشتغلوا خلف الخطوط
عملوا معانا شغل رائع لانتمائهم الى مصر بلدهم الام. ولكن الفتره اللي فاتت كان رئيس السيسي قال لازم نعوض الناس دول، الناس تعبت، عشان كده بنى لهم النهارده المدارس، بنى لهم الجامعات عشان الاولاد ما يتبهدلوش. واهم حاجه دخلنا في توطين بدو سينا. بدو سينا كان نروحها الفتره اللي فاتت مع العشب، مع العشب فين والميه، بس الرئيس قال ان احنا نيجي ندق البير اول لما الميه موجوده نبدا نبني حواليه القريه البدويه. وكل بدو في سينا النهارده بياخد 9 فدادين يزرعهم، وفدان منهم اللي انت شايفه دلوقتي دي قدامنا هي القرى البدويه. وتم توطين بدو سينا 2025 السنه الجايه هيكونوا بدو سينا كلهم استكمل احتوائهم ودخولهم في مناطق امنه مستقره، يزرعوا ويعيشوا زيهم زي اي حد محترم، ولازم يخشوا الجامعات والمدارس. وده كان الهدف من توطين البدو اللي تعبوا كتير الفتره اللي فاتت. نعم، بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا سياده اللواء سمير فرج الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. وأيضا للمزيد من الحديث ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع. أستاذ أكرم صباح الخير وأهلا بك. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا بك. احتفال ذكرى عيد تحرير سيناء 42 ونجاح كبير لفريق المفاوضات المصري لإثبات حق مصر تاريخيا وأيضا جغرافيا في هذه البقعة الصغيرة والغالية على مصر كلها، كيف ماذا تقول في هذه المناسبة وهذا الاحتفال، وكيف تابعت المفاوضات ونجاح المفاوضات المصرية؟ وطبعا يعني 42 سنة أعتقد كانت سينا مش بس رجعت بالمفاوضات، الحقيقة رجعت بالدم أولا يعني تضحيات غالية جدا ودماء لأبنائنا، يعني آبائنا وعمامنا وأجدادنا من القوات المسلحة المصرية البسيلة اللي فضلت طول الوقت على العهد في حرب داروس ضد احتلال شديد العنف واحتلال استيطاني صعب. وطبعا في بعد 67 وحرب الاستنزاف والعبور العظيم في 73، ثم المعركة الأصعب الحقيقة كانت معركة المرتبطة بالتفاوض والدبلوماسية، وده يمكن اللي أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته النهاردة إنها حرب شديدة ولم تتوقف الحياة التحديات في سيناء. يعني يمكن الإرهاب فكك دول من حوالينا، ومع ذلك فإن سيناء هي المكان الوحيد في المنطقة تقريبا الذي لم ترفع عليه راية سوداء من تنظيم داعش أو أي تنظيمات إرهابية أخرى، وهي تنظيمات فككت دول وكانت تتمول وتعمل مع أجهزة استخبارات وتمثل مخططات. أعتقد النهاردة أي حد بيشوف الحرب في غزة ومحاولات التهجير وغيره بيكتشف أنه داعش وهذه التنظيمات كانت جزءا من مخطط لانتزاع أراضي، لكن طبعا القوات المسلحة والشرطة وأهالي سيناء والمصريين عموما صمدوا في مواجهة هذا الأمر. وبالتالي فمن المهم دايما الرئيس يؤكد على فكرة لازم ناخد بالنا وننتبه أنه ده ما يحصلش، وأنه كمان الحقيقة معركة التعمير، وده اللي الرئيس أكد عليه النهاردة، معركة التعمير لا تقل أهمية عن معركة الحرب. التعمير والتعمير هو تأمين وهو أيضا تنمية وقدرة وغيره، بالإضافة إلى تمسك مصر بمبادئها تجاه القضية الفلسطينية، رفض التصفية، رفض التهجير، ووضع خطوط حمراء في فيلادلفيا وفي المناطق اللي عليها اتفاقات، وأنه أي اختراق في رفح لغيره للمناطق المصرية يواجه بحسم وبعنف شديد. ومعروف أعتقد أنه الاحتلال الإسرائيلي بأكاذيب وبحرب الإبادة وغيره كان يحاول أن يعلق فشله على شماعات الاختراقات أو تهريب سلاح أو غيره. أثبتت التجارب أنه التهريب من داخل الجيش الإسرائيلي بيبيعه السلاح وأنه عاجز عن تحقيق نتائج وغيره. فأعتقد بعد 42 سنة المصريين منتبهين تماما لأنه سينا، وده كان حلم جمال حمدان وكثير من العلماء والخبراء المصريين، أنه تعمير سينا جزء مهم من أمنها القومي، وأنه سينا خط أحمر في كل الأوقات وفي كل الاتجاهات، وأنه تعميرها خطوة مهمة لا تقل أهمية عن يعني التعمير والتنمية والبناء. وعلى مدى 8 أو 9 سنوات مصر أنفقت، يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى شعارات البيت، وحتى في عز ظل مواجهة الإرهاب مصر أنفقت أكثر من 600 مليار جنيه على محطات مية وعلى استصلاح أراضي وعلى طرق وعلى مدن
سكنية وعلى مدارس ومستشفيات، وتستمر هذه المسيرة مع أنفاق تربة سيناء بالوادي والدلتا، هي ملحمة. نحن أيضا نتحدث لا نتحدث فقط عن تنمية وتعمير أرض سيناء، ولكن تنمية المواطن والإنسان السيناوي. ماذا عن دور المواطن السيناوي في كل هذه المعركة من البداية؟ الحقيقة سيناء، أهالي سيناء سواء في 67 أو في الاستنزاف أو في حد 93 لعبوا دور مهم جدا، وفي شهداء تم تكريمهم، وفي أحياء تم تكريمهم، وفي شهداء رحلوا أيضا في هذه المواجهة ورفضوا تقديم أي عون، بالعكس تصدوا للاحتلال الإسرائيلي وكانوا بيخبوا الجنود المصريين. وأعتقد فيلم الممر يمكن وثق هذا الامر، بالاضافه الى انه حربهم ضد الارهاب كانت واسعه، اتحاد قبائل سيناء لعب دور مهم جدا حقيقه. نعم. الارهابيين اعدموا عدد من الشهداء الابرياء من سيناء اللي كانوا بيواجهوا الارهاب، سيدات ورجال. صحيح. ومسجد الروضه كان جزء اقامه، بالتالي فقال سيناء اتحاد قبائل سيناء قياده ابراهيم العرجاني لعب دور مهم جدا في هذا الامر، وما زال الحقيقه في التنميه وفي غيره. وهم دايما بيقولوا احنا بنعمل مع الدوله المصريه، بنعمل خلف الدوله المصريه، فهم ابناء مصر الاوفياء وبوصلتهم بوصله الوطن. القوات المسلحه، الشرطه، سينا، كلهم الحقيقه اللي هم دور مهم فيها. اشكرك في النهايه، شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الاستاذ اكرم القصاص رئيس مجلس اداره اليوم السابع، شكرا جزيلا لك. ولعبت المراه السيناويه ايضا دورا كبيرا في الحياه السياسيه والاجتماعيه في سيناء، وكان لها دور وطني كبير في مختلف العصور وخاصة في العصر الحديث. يأتي في هذا الإطار دور المجاهدات في تحرير سيناء وتمريض الجرحى وإخفاء آثار الجنود بالقيام بالرعي واحتضان بيوت العريش للجنود المصريين وإخفائهم بالملابس السيناوية وإخفاء الملابس العسكرية والسلاح لتهريبهم من سيناء أثناء الحرب. كما أن المرأة السيناوية شريكة في عمليات التنمية الجارية حاليا على أرض سيناء من خلال المنتجات البيئية السيناوية التي تعبر عن التراث السيناوي الأصيل والذي يحظى باهتمام الأجانب لتميزه وتفرده، لكون المشغولات اليدوية صناعة يدوية بأيدي سيدات وفتيات سيناء، بالإضافة إلى إنتاج الأعشاب والنباتات الطبية التي تزرع في سيناء، بالإضافة إلى زيت الزيتون الخام والتمور، حيث تمكنت المرأة السيناوية من تطويع المنتجات البيئية وفق الاحتياجات العصرية. وللمزيد من الحديث عن دور المرأة السيناوية تنضم إلينا عبر الهاتف السيدة نادية أبو كرمة من جنوب سيناء، رئيسة مؤسسة مصر للتنمية. أستاذة نادية مرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا بك، كل عام وحضرتك بخير وكل أهالي سيناء بخير. يا أهلا وسهلا، ومصر كلها بخير وبالسلام. ونحن نحتفل بهذه الذكرى العطرة، ذكرى تحرير سيناء 42، نتحدث بالتأكيد عن دور المرأة السيناوية في تحرير الأرض منذ البداية والآن في مرحلة التنمية وتعمير سيناء. حدثينا أكثر عن دور المرأة السيناوية. المرأة شريك أساسي في التنمية قديم وزمان. زمان كانت بتساند الجيش وفي القوات المسلحة، بتساند جوزها في تربية الغنم، في رعاية الغنم، تربى غنمها، تطلع تساعد برضو أولادها، تحاول بتنمي فيهم. دلوقتي المرأة يعني حصل طفرة كبيرة في التنمية عندنا في جنوب سيناء. يعني هنقول لو جينا نتكلم هنتكلم على حاجات يمكن أنا أذكر حاجات بعض الأحيان ممكن أنساها. يعني شهدت عندنا في جنوب سيناء، عندنا عملت هنتكلم مثلا بمجال التعليم، انشاء اكثر من 30 مدرسه في كافه المدن، في الجامعات البدويه
وفي المدن. او هنتكلم في الجامعات، ما كانش عندنا في الجامعه، كنا بنعاني كتير جدا جدا، بننزل مصر او بينزلوا السويس عشان يعلموا اولادهم. دلوقتي بدا عندنا 3 جامعات في مدينه، في الصدر وفي شرم الشيخ وفي الطور. هنتكلم كمان في ايه؟ هنتكلم في الزراعه. عندنا اقامه اكثر من 8 ترجمات تنمويه للاستصلاح الزراعي. يعني حصل عندنا طفرات كثيره جدا. هنتكلم في الصحه، عندنا اكثر من 20 وحده صحيه طورنا في مستشفى ابرديس، اتطورت راس صدر، دخلت منظومه التامين الصحي الشامل. يعني احنا ما كناش بنحلم بالحاجه دي. دخلنا دلوقتي بالنسبه للمراه بدات تنمي نفسها، بدات في دورات تثقيفيه نعلمهم ازاي ننمي فيهم، ندخلهم سوق العمل عشان نخلي الواحده تكون اللي هي عامله وليس عامله وليس مستهلكه. يعني حصل عندنا طفره كبيره ما كناش فعلا نحلم بيها. صحيح. وتحديدا عندنا كمان الوادي المقدس، الطرق اللي اتعملت فيه المتزوج، طريق شرم الشيخ السويس النفع، اتعملت الطريق بوادي فيران سانت كاترين، بتعمل حاجات عندنا طرق تاني اللي هو مشروع التجاري الاعظم بسانت كاترين. صحيح. يعني حصل عندنا تنميه ما كناش فعلا احنا نحلم بيها. صحيح. عدد كبير من المشروعات التنمويه سواء الصناعيه او التعدينيه او السياحيه بشكل كبير بالنسبه للسياحه والصناعه والزراعه. صحيح. ولكن دور المراه السينويه استاذه ناديه، المراه السينويه دائما هي شريكه في عمليات التنميه المختلفه التي تحدث على ارض سيناء، تحديدا من خلال المنتجات البيئيه السينويه المشهوره بها منطقه سيناء. التقريض، ان هي تعمل التمور، زيت الزيتون، الزراعه، ان احنا نقدر ترعى، تعمل حتى الاكتفاء ليها، الاكتفاء ذاتي لنفسها ولبيتها. نعم. التنميه لما انا اقدر ان انا احصل على كل حاجه بايدي، ان انا هقدر ارفع المستوى الاقتصادي. دلوقتي المرأة دلوقتي التمكين فيه الاقتصادي عندنا، اللي هي المرأة بنديهم دورات تثقيفية، اللي هي المرأة ما بتشتغلش دخلت ميدان العمل، بدأت تتعلم وتشتغل وتعمل اكتفاء ذاتي ليها. كل عام وانت بخير أستاذة نادية، بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا الأستاذة نادية أبو كرمة رئيس مؤسسة دعم المرأة وتنمية سيناء، شكرا جزيلا لحضرتك. وبهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه التغطية الشاملة التي تناولنا وتحدثنا فيها بشكل كبير عن العيد 42 لذكرى تحرير سيناء. شكرا للمتابعة، ومتابعتنا مستمرة مع حضراتكم على مدار اليوم. إلى اللقاء.